السلام عليكم ورحمه الله، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. الطريقه تاع اليوم طريقه غادي نخدم لكم. كاين بزاف الاخوات اللي قالوا لي خدمي لنا بونتي، هذا بونتي تاع راكم شايفينه يجيو كيما السراويل لكن يجي ناقص. نديره لكم قالت لي ديري. الاخ كاين واحد الاخوات قالوا لي ديري لنا بالفلقه. كان عندي هذا القماش، هذا نتاع بيزو بيزو نتاع القطن، هذا اللي يجي مقطن بيزو بيزو. كاين بيزو بيزو اللي يجي نيلو، وكاين بيزو بيزو اللي يجي قطن. هذا يجي قطن، ها هو حتى هو حتى هكا يتكسل، ها هو خاص لازم ديروا بيزو بيزو اللي يتكسل هكا. هي فيه في الطول فيه متر و 23 متر و 24 تاع الطول، هنايا فيه متر 24 وفيه العرض متر 3. ندير لكم الطريقه. نحتاجوا القماش، نحتاجوا لاستيك. لاستيك ما عنديش الابيض، عندي غير هذا، معليش نتوما اللي بغيتوا ديروه. هذه نخلي باش نخدموا عاود الفلقه. هاي ها الطريقه، نطوي القماش تاعنا الطويوه دائما على الجهه اللي تكسل. هاي خاص ديروه على الجهه اللي تكسل هكا. نطويو على 4، هاي نطويو على 2 ونوليو نطويو على 4 هالطريقة. هاي هاك عاود نطويو هاك، هاي نطويو بهالطريقة. وتفصلوا الشورت البونتين تاعكم. نديرو طريقة الفصالة. طريقة الفصالة ها هو هنا طويت القماش على 4. جيبو باش تراسيو، تبغيو تكون عندكم كولو هكا في الدار تفصلو عليه، تقدرو تفصلو عليه. إلا ما تعرفوش وإلا تعرفو تفصلو هكا. المهم المبتدئات يديرو كولو يفصلو عليه، ديروه بهاد الطريقة. هاي ينطوى هكا سطوي واحد زوج. نوريكم غير هكا الطريقة، نوريكم هاي سطوي الكولو نتاعكم طوي واحد زوج. هاي بهذه الطريقه تخليو هنا 3 سنتيم او 4 سنتيم تاع لاستيك، تخليو على حساب العرض نتاع لاستيك اللي يكون عندكم هكا. نزيدو نكملو بهذه الطريقه. هاي كيما قلت لكم ديروا هكا، تتراسيو هكا وتخدموا البونتي نتاعو. هذه تبغيو تخدموا على الكولو تجيكم الطريقه سهله بهذه الطريقه. هاي تعودوا ندير لكم هكا، تعودوا 30 سنتيم. هاي هنا 30 سنتيم وهنا دورو بزوج صباع. هاي كي تجي هنا غادي نديروا له الفلقه من تحت. هنا نشوفوا هنا القماش، هنا تقدوا القماش تاعكم، تشوفوا هنا غادي تقد. بسم الله. هاي هنا بهذه الطريقه، هاي تخرجوا هنايا، هاي تخرجوا هكا. تجيكم الطريقه سهله هكا، تجيكم كاع ها هي. نوليو هنا، نوليو ندخلوا بهذه الطريقه. هكا باش تزيدوا تعلموا، تعلموا هكا. هنا نقدو القماش تاعنا، هنا نزيد 2 سنتيم باش ندير الكف. هكا تخدموا تجيكم الطريقة سهلة. ها هو هنا، هنا نديرو له، هنا تجي الفلقة، هنا نزيدوه الفلقة. نخدمه من عاود نديرو هكا. هنا نطلعو بزوج سنتيم. هاي هنا نقدو القماش تاعنا النيشان بهاد الطريقة، هنا نطلعو بزوج سنتيم هكا، تخرجو هكا. تدخلوا بزوج سنتيم. هنا نجيو للجهه نتاع الامام، هاي نقلب هكا باش يجيني على يديا. نجيو للجهه نتاع الامام، الجهه نتاع الامام هاي.
تدخلوا زوج سنتيم هاك هاي تخرجوا هادو زوج اللي الفوق من الفوق هادو اللي من تحت تخليوهم هادو تاع القلب هادو تاع الامل هادو الجهه تاع الامل هنايا ها زوج سنتيم هكا بهذه الطريقه تخرجوا هكا هكا نخرجوا ها هي نقلعوا هذه اللي قلعناها نقعدوا نتاع الخلف تاع الخلف يقعد هكا نزيد نضرب هذا بيزو بيزو هنا شويه يدور يلتوى هكا بال القماش تاعه روح عليه هاد الطريقة هاهي قلعنا هادوك هنايا قلتلكم زوج سنتيم تدخلو تال هنا وتخرجو جهة تاع الأمام ما تخربوش في تاع الخلف غير تاع الأمام زوج تاع الأمام نوليو دروك عاود هاكا بهاد الطريقة هاهي باش يجيني على يدي عاود هاكا بهاد الطريقة هاهي الجهه نتاع الامام تحيدوها الجهه نتاع الخلف تدخلوا بزوج صباعو ما تهودوش مع ها بهذه الطريقه ها هي الامام والخلف ها هي بهذه الطريقه خرج ها هنا هذا الامام وهذا الخلف ديروا بهذه الطريقه تجيكم سهله الطريقه دروك ها هو البونتي تاعنا هذا هو تبغيو ديروا له من الدونتيل تقدروا تزيدوا الدونتيل تشريوا الدونتيل ديروا له الدونتيل تقدروا عاود تحلوه منا تحلوه هنا في الوسط وديروا الدونتيل عاود يجيكم الدونتيل منا تقدروا كش ما تبغوا تخدموا تقدروا تخدموا المهم هذه هي طريقه الحصاله تجيكم هكا الطريقه سهله الطول اللي تكون درت فيه كل وحده دير على الطول اللي تبغي درك هو خرج لي 80 سنتيم ها هي هنا 80 سنتيم تاع الطول هنا العرض نتاع هنا 16 سنتيم ها هي كل وحده دير على حسب الدوره تاع الركبه نتاعها اللي لتحت هنا 26 سنتيم هنا تهودوا وتكون تهودوا 30 سنتيم وتضربوا بالصباع باش نزيدوا له الفلقه وهنا العرض نتاعها الكلي 28 سنتيم ها ضربك كيش ديروا الفلقه الفلقه تخدموها بهذه الطريقه نتمنى تكونوا تشوفوا مليح تخدموا الفلقه غير بالقماش اللي يشكلكم ها هو كي تكونوا تفصلوا شوفوا كيش يخرج لكم ها كيما هذه درك هكا نخدمها في القاع ها هي هكا بهذه الطريقه تطويوها هكا على ربعه ها هي نطويها هكا نطويها على ربعه تبغيو تكبروها تبغيو تصغروها نقصص هنا ها هي تجيو هنا هاي بهذه الطريقة هاي الفلكة تخرج هكا تخرج كيف فرماج هاي هذه هي الفلكة اللي نديروها في البونتين تاعي هاي تبغيو تزيدو تكبرو تقدو تزيدو تكبرو تطويو القماش غير بهذه الطريقة هاهو دروك راه مطوي هاهو دروك هكا راه مطوي على زوج هاهو هكا راه مطوي على زوج تولي تطويو هكا على ربعة يولي ينطوى على ربعة وتولي تقصوا على حسب شو ديروا نزيدنا نفهمكم مليح المبتدئات ها هكا بهذه الطريقة ها هنايا هكا تجيو منا تخليو الجهة اللي مبلعة منا وتجيو هنا تجيو هنا هنا لكم هنا القنت تجيو هكا وتقصوا هالطريقة تقصوا هكا هذه هي الفلقة تاعنا ندير لكم طريقة الخياطة باش تشوفوا كيش ركبوا عاود الفلقة نتاع البونتين تاعنا نديروا طريقة الخياطة طريقة الخياطة باش نوريكم كيش تركبوا الفلقة في البونتين تاعنا طريقة الخياطة هاي نكفوا نديروا الكفات قبل من لتحت هنا تكفوه منا هكا هذا وجهه نكفه هنا كفه من زوج جهات دائما الكفه نتاعي هكا نخدمها هكا نكف وحده ونزيد وحده ما نكفش زوج دائما نكف وحده ونزيد الزوجه
كاين بزاف الاخوات اللي راهم يقولوا كاين اللي الماشينه تاعها ما تخيطلهاش بيزو بيزو. نشوف الا ما خيطتش الماشينه بيزو بيزو بدلوا الصباط، جربوا الصباط نتاع هذا اللي يديروا به السلسله كما هذا. ها هذا جربوه في بيزو بيزو، هذا يخيط بيزو بيزو، هذا نتوما جربوه به. بزاف اللي جربوه نشحت لهم الطريقه، نتوما جربوه شوفوا الصباط نتاع السلسله اللي ركبوا به السلسله، هو جربوه في الماشينه تاعو. نزيدو نكملوا طريقه الخياطه. كفيتهم زوج جهات، كفيت هذه الجهه وكفيت الجهه الاخرى. دروك باش تلصقوا الفلقه تاعكم بهالطريقه تبديو تخيطوا من الفوق. هاي تلاقيو من الجهه الفوقانيه، تلاقيو البونتي تاعكم تلاقيوه من الفوق وتوليو باش تلصقوا اللقيه. ها هي لصق هذه الجهه، عاود هذه لصق زوج جهات، تخليو ما تخربوش في الرجلين من تحت، تلاقيو من الفوق هنا تلاقيو، ونوريكم كيفاش تلصقوا اللقيه نتاعكم. هالطريقه تلاقيهم من الفوق من الجهه الفوقانيه، تلاقيهم زوج جهات، الجهه نتاع اليمين والجهه نتاع اليسار. ها هي هكا دروك هنا باش نلاقيو نديرو اللقيه نتاعنا. هادو خليوهم هنا، هاد الرجلين نخليوهم ما نخربوش حتى نديرو اللقيه. اللقيه تخدموها بهالطريقه، ها هي اللقيه، ديروا هذه ولا ندير هذه، غير اللي درتها هادو زوج ها هما اللقيه. ها هي هاك تخرج هاك ولا تخرج هاك، تخرج كي الفرماجه هاك، ديروها نتوما تقصوها هاك. هاهي هاكا وديرو هاك، طويو هذا القماش تاعكم طويوه على ربعه. ديرو هنا ديرو قد قد هنا، كي يكون عندكم القماش طويل على ربعه نوريكم غير كيفاش تقصو باش تجيكم ساهله. هذا يعني ديروا كلي راه على ربعه ووليو نقصوا هكا، تجيو هنا هاي هنا هكا بهالطريقه. هاي هاي استقلعت منها شويه معليش غير باش نوريكم. هاي نتوما يكون مطوي على ربعه وديروا له بهذيك الطريقه، تقصوه بهذيك الطريقه. لصقوا دروك اللقيه نتاعنا نتاع البونتي، نبديو ديروها ما ديروهاش على الجهه نتاع الطول، ديروها على الجهه نتاع العرض هاك، ديروها على الجهه نتاع العرض. ها هي ونبداو نخيطوها، ديروها هنا تقبضوا الوسط، ها هو الوسط هنا تقبضوا الوسط. هنا دايرين اللقيه نتاعنا، ها هي هكا بهذه الطريقه نخيط هذه الجهه، عاود نولي نخيط الجهه الاخرى. ها هي تلاقي وتقبضوا هنا هكا، هنا نقبض هذه قبل هذه وحده. ها هي دروك نخيط اللقيه نتاعي.
هاي هاني خيطتها هنا. دروك تبقى لي هاد الجهه هنا نخيط هادي هنا عاود تخيطوها. نبدي هنا في الوسط الجهه نتاع الوسط نخيط الرجل الجهه الاخرى عاود. ها هي بقات لي دوك خيط جهه وبقات لي جهه قبل نلصق البقيه نتاعي من نبدي نلصقها عاود ونولي نخيط السروه نتاعي. هاي النقية هاني لصقتها، باقي لي دروك نزيد عاود نخيط الرجل مني هادي هاكا تخيطوها على الجهة تاع العرض، ما تخيطوهاش على الجهة تاع الطول، تخيطوها على الجهة تاع العرض هاكا. زيرو عاود الفرقة نتاعكم تعاودوها الخياطة. هاي هنا نزيد نعاود الخياطة في الفرقة هنايا. هاني كملتها هكا بهذه الطريقة. نولي ندير لها الزيكزار ونخدمه مليح، نخدم لها الفينيسيو مليح، ندير لاستيك. هاي الفلقه نتاعي هاني كملتها، هذه هي هذه الفلقه نتاع اللي ديروها في السراويل كي تبغيو تخيطوها هكا بهذه الطريقه. هنا باش يزيد العرض نتاع السروال كي تبغيو تخيطوها، هذه تزيدكم العرض. هذه تبغيو تعرضوها تقدروا تزيدوا تعرضوا عليها، تبغيو ديروها على حساب هكا تقدروا ديروا هكا تجي فيها شبره. هاي تجي كيما هكا تجي فيها شبره، وهنا في العرض تجي فيها 6 تاع الصباع هاي، وفي الطول تجي فيها شبره. ركب لاستيك تاعي، راني دايرت لكم الطريقه تاع لاستيك في الفيزويات، راني دايره بزاف الفيزويات الطريقه تاع لاستيك. ديروا العبر تاع الخصر تاعكم وديروا لاستيك، ديروا على حساب تزيروا لاستيك تاعكم تخدموا لاستيك. النتيجه النهائيه نتاع البونتين تاعنا هاني كملته، ها هو درت له قلت لكم لاستيك بهذه الطريقه. ما بغيتش نقلبه، تقدروا تبغيو تقلبوه هكا، راني دايرت لكم طرق بزاف. تبغيو تقلبوا هكا وتوليو تخيطوا تقدروا، تبغيو تخليوها غير هكا تقدروا تخليوها هكا. كاين بزاف البونتيات اللي ينباعوا فيهم غير هنا لاستيك ولا سراويل، كاين بزاف. ها هي هنا الجهه تاع الامام وهذه الجهه تاع الخلف. المهم القماش يكون يتكسل مليح باش تخدموا بونتي، خاصكم القماش يكون رطب ويكون يتكسل. ليكرا بيزو بيزو، جيبوا اللي يتكسل يكون رطب ويكون تكسل مليح، ماشي غير هكا يتكسل، يكون يتكسل مليح كيما البونتيات اللي نباعو. هذه هي النتيجه الاخيره تاعه، ها هو جا شباب. ها هي الفلقه، الفلقه هنا ها هي باش تزيد تعرض لكم السروال تاعكم ولا البونتي تاعكم. هاي هذه هي الفلقه، بهذه الطريقه الفلقه تخدموها. ها هي كيما وريتكم، ها هكا تجي هذه الفلقه. ها هي بزاف الاخوات اللي قالوا لي ورينا الفلقه، هذه هي الفلقه اللي درتها لكم مام في السراويل، في السراويل تاع المشتى تاع النساء الكبارات راني دايرتها لكم في عده طرق. هذه هي الفلقه، الا ما زدتوش ما فهمتوهاش هنا حوسوا على نحط لكم ليسيت نتاع السراويل وتشوف. هذه هي النتيجه الاخيره تاعه وان شاء الله تعجبكم. المهم هنا لاستيك ديروا على حسب الدوره تاع الخصر تاعكم، وهنا العرض تاع السروال عاود ديروا على حساب العرض نتاعكم، كل وحده دير على حساب العرض تاعها، كل وحده دير على حساب الطول اللي تبغي. هذه هي النتيجه الاخيره ومع السلامه، ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.